أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائي الأعزاء. جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. اليوم من الصبح طلعت شوف المحمية، شوف إيش تحتاج إيش ما تحتاج. طبعا بس يوم الجمعة اللي متفرغ وأقدر أشتغل بيها. طبعا أكو شغلات كثير لازم نحكي بيها، وأول وحدة اللي هي طبعا هنا كلش حارة، ما أقدر أفتحها كلش حارة، خانقة جوا شوية نفتحها. ما تشوفون طبعا النايلون هذا لازم يتبدل، أنا من الشتاء ما مبدله، من طالع البرد لازم يتغير يصير طاق واحد، أو حتى بس أنا ما أريد هالكم يوم راح أشيله إن شاء الله وأخلي شادر من هذا الأخضر مع الزراعة. طبعا مين راح نبدي تريدون؟ أول شي مثل ما تلاحظون التغير بالطماطة ما شاء الله، شوفوا شو صايرة. قبل كم يوم أنا طلعت للسطح وسويت بعض الشغلات، أنا صراحة ما صورتها لأن ما كان عندي وقت، بس هسه راح نحكي بيها. أول شيء سويت مثل ما تلاحظون، شوفوا هنا هاي الورق المتقصقص شكلها شل تاني. أول شيء سويت قصقصت من الأوراق اللي بالأسفل، حتى شنو أول شيء حفزها إنه الطول، ثانيا إنه الأوراق اللي ظل على التراب الطخ التراب راح ينتقل أمراض للشتلة عن طريقه. فأنا شلتها هاي واحد مثل ما تلاحظون كلهم شتلات. اثنين الخطوة الثانية انه انا قللت شوية، يعني بعض شتلات شلتها اصلا لين ما راح احتاجه، تمام. فاكو شغلات انه شلتها وشغلات لا بقيتها، ف وضفت لها بعضها مسماد مثل ما تلاحظون. شوفوا هاي الشتلة ما شاء الله شلون شايلة شيل، يعني اكثر من عنقود، يعذروني الكفوف شوية وسخة لين كنت اشتغل. ف هاي شوفوا هذا عنقود، هنا عنقود، هنا عنقود، يعني هاي بس بها ست عناقيد. اصدقائي الاعزاء طبعا راح احاول انه اختصركم لان هنا كلش حارة صراحة، ما اقدر استحمل فوق من الحرارة، تنفس اكسجين ماكو. فمثل ما تلاحظون هنا شوفوا، طبعا هنا شوفوا هذا ما شاء الله شلون عنقود صاير. هنا هم عنقود. طبعا هاي الفضل ليش؟ اول شيء انه قلصت من بعض الاوراق. طبعا انا كل ما قصقص الاوراق اللي جوا احفزها انه حتى شنو تستوي تحمر. من تشوف انه الثمر كافي حجمه عجبك مثلا تريد تستوي كافي، قلل الورقه من الاسفل راح تشوف تغير قبل راح تحمر، يوم يومين راح تنضج. فأنا ما أقدر أطول وياكم مثل ما قلت لكم، الجو كلش حار بالسطح، فحبيت أصبح عليكم ماشي، وفيديو بسيط أسوي لكم. وهنا هاي قبل فترة، أنا صراحة عندي فيديو مال طريقة زراعة البذور، إن شاء الله راح أنزله أو راح أسوي حلقات متكاملة عن زراعة وأدوات الزراعة والشغلات اللي والأساسيات الزراعة كل شيء خوش إن شاء الله. بس شوية وقت. أنا إيش مسوي هنا؟ طبعا هذا مال النحل، هذا يسموه خبز النحل، أنا زرعته لأن أنا أصلا عندي يعني النحل، فنستفاد منه النحل اللي عندي إن شاء الله. هذاك خيار من هذا مال ما الطرشي الناعم. هنا زارع بامي كتجربة إنه نجحت. إن شاء الله راح أزرع بعد كم يوم الأخ، أنزل لكم فيديو على زراعة البامية. وإنها طماطة هاي كرازية صفرة ماشي، هم راح نزرعها إن شاء الله نحولها بس شوية. هين هاي زارع فاصوليا، هاي كله مال النحل. فإيش راح أسوي؟ بما إنه هاي صغيرة ماشي وبسرعة وبالسطح وراح يجف وجوحة، إيش راح أسوي؟ راح أجيب من هذه مثل ما البطاطا يسموها القماش ماشي، إيش راح أسوي؟ راح أجي أول شي أبللها زين ماشي،
ابللها كل الزين بحيث انه تشبع مي. كل زين ابللها تمام. شنو ارجع اسوي؟ انا بيدي الموبايل ما راح اقدر ارفعها، بس هاي قبلها سويتها. شوفوا هنا شنو ابللها، حتى شنو هاي الرطبة، هذا من راح ينشف المي منها راح تاخذ الرطوبة اللي جواتها البرودة، فما راح تموت. يعني بما انه انا طلعاتي قليلة خوش وعندي دوام، فما دائما اقدر اصعد للسطح، يعني باليوم يومين مرة انا اقدر اصعد للسطح. فعندي هذه راح اظل شوية يعني ها تحافظ عليها تمام. فان شاء الله هاي هم معلومة راح تستفادون منها وتفيدكم ان شاء الله. وايضا هم تقدر تزرع بيها هاي، هم تخلي بيها تراب وتسوي مثل الحوض. يا جماعة طبعا الجهاز من الحرارة طفى بعد ما يشتغل، ف الا يبرد طلعت برا، اما برد رجعت اكملكم تصوير. فيا جماعة انا عم زتيت الموبايل برد شوية ورجعت، انا سقيت النباتات خليت هاي اللي لكم عليها ما تشوفون، بللتها زين سقيتهم زين تمام. هذا كله، وان شاء الله غير فيديو انزلكم غير يوم عما شوية جو، يعني ما نقول يبرد وجو، احنا جايين على الصيف بس عصريات ان شاء الله على برد الهواء اسوي لكم غير فيديو واشوفكم النتائج ان شاء الله. دمتم بخير، اراكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع الله.